استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني والإقليمي والمبادرات التي تتبناها مملكة البحرين للتعامل مع المستجدات التي طالت مختلف المجالات. وفي هذا الصدد أكد سموهما أن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب بناء علاقات قوية وصلبة بين مختلف الدول تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل، لافتين سموهما إلى أن مملكة البحرين تمد يدها دوما لمختلف الدول للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، كما أنها تساند كل جهد دولي يعزز الاستقرار في المنطقة والعالم.